لو شهر عالم باسم أو كنية يكرهها هل يجوز أن ينادى بها؟ لأنه شهر بها كابن عليا، كان ينسب إلى أمه أكره ذلك. والله إن استطاع يعني هذا الأمر عرف به ابن عليا، خلاص الموضوع انتهى. لكن ظني لو كنا في زمن ابن عليا لن نقول ابن عليا، لن نقول ابن عليا، لأن العرب تكره كرها قبيحا، مش شديدا بس قبيحا، أن ينسب الرجل إلى أمه. يعني لو افترضنا مثلا إن واحد أمه اسمها مثلا سمي، هو اسم محمد عبد الله، لا يقول له يا محمد سمي. بالله عليكم المسألة دي انتقاص ولا مش انتقاص؟ انتقاص. وأي انتقاص؟ العرب ليس عندهم بأس أن تعرف أمهاتهم، يعني من عادة العرب لا بأس أن هم يعرفوا أمهاتهم. احنا كلنا عارفين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اسمهم ايه، بينما انت لا يمكن ان تعرف زوجة الاخ اسمها ايه، ولا حولت تعرف، يبقى ده نهاية العلاقة بينك وبينه، خلاص. دي عادة موجودة، عادة اجتماعية. احنا بنقول عن عائشة وعن جويرة بنت الحارث وخديجة بنت خويلد، امر عادي جدا. العرف الاجتماعي ده يا اخواني لابد ان يعتبر. العرف ده بيتغير مع الايام والازمان والسنين. العرب قديما كانوا لا يرون بأسا في أن يعرف الرجل بأمه، أن يعرف أمهات الرجال، ليس في ذلك بأس، بل إن ذلك الأمر من جملة النسب. لما نعرف أم اسمها إيه يبقى نعرف هي من عيلة مين، فلما نيجي بقى عند الفخر بالأنساب نبدأ إيه نفتخر بقى، تم فلانية اللي أبوها كذا وعمها كذا وخلها كذا. لكن دلوقت أتعرف اسم أمي عشان إيه؟ عشان ايه يعني؟ فالامور العرفية بتختلف من زمن لاخر، عشان ما يجيش اخ مثلا ويتفزلك يقول الصحابة كانوا عارفين امهات المؤمنين وان كانوا عارفين. طب ما نعمل كده برضه، ايه المشكلة؟ الامر اختلف، فلابد من مراعاة المعاني العرفية. ما ينفعش دلوقت، ما ينفعش. انت دلوقتي لو مثلا في ابتدائي والاخصائي الاجتماعي عاوز يعرف اسماء امهات الاولاد، العيال يقعدوا يعيطوا في الفصل، العيال الصغيرين يعيطوا في الفصل، مش عاوزين يقولوا ايه اسم امهاتهم، بيجدوا في ذلك عيب ان هو يقول اسم امه. فنسبة الرجل الى امه عند العرب ربما كان هذا الامر امر قبيح، ليس ان امه عرف اسمها، ولكن لان هذا فيه طعن في ايه، في نسبه، مش عارفين أبوه اسمه إيه، فينسب إلى أمه، ينسب إلى أمه. ولذلك الجماعة العوام سبحان الله يقول لك إن الناس يوم القيامة يدعون بأسماء أمهاتهم. ليه؟ ليه؟ سبحان الله، تيدعى الرجل يوم القيامة بأحب الأسماء إليه. طب أنا بكره إن واحد ينسبني لأمي، نيجي يوم القيامة أتنادى باسم أمي؟ سبحان الله، دي مسألة. واحد تاني يقول لك أنا عاوزك تدعي لي، على فكرة أمي اسمها كذا، عشان لما تيجي تدعي لي تقول يا فلان يا ابني فلانة، فلما تقول بقى يا فلان يا ابني فلانة يبقى ده قرب من الله، وهذا أجدى إلى قبول الدعاء. دي كلها أفهام مغلوطة، نسأل الله تعالى أن يعافينا وأن يهدينا.